بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لكم الدكتور سلم أبو السيد المصدق، وهو من تعرفونه ويعرفون كافة، لتقديم محاضرة حول المادة اللي انعقد حولها هذا المنتدى، وموضوعه الوسطية والاعتدال وأثرهما في تحقيق السلم الاجتماعي. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، تحية طيبة، وبعد، تدركون أهمية هذا الموضوع من كل وجه، وتدل هذه الإجراءات التي قيم بها اليوم على أهميته النظرية والميدانية والسياسية والأمنية. وبما أن الموضوع تصدرته كلمة الوسطية والاعتدال، فمن مقتضيات الدراسة العلمية والنظرية أو الدراسة الأكاديمية أن يتم التعريف بهما، أو على الأقل التعريف بالوسطية، حتى تستطيع أن تصفها بأن لها أثرا في السلم الاجتماعي، حتى ولو أدى ذلك إلى تكرار ما قيل بشأنها اليوم. وقد تكون المحاور متقاربة من التقارب إلى مستوى يصعب معه ألا تلامس ما قيل قبلك وألا يلامس من جاء بعدك، كما قلت أنت، بسبب تداخل المحاور وتقاربها. فالوسطية إذن هي متمكنة، هي مصطلح متمكن تمكنا بالغا من النفاسة والعزة والخيار، أيا كان موضوعها وأيا كان الموصوف بها. وترى هل هذه العزة وهذه المكانة وهذا الخيار ما هو مصدر اشتقاقهما من حيث الدلالة لهذه الكلمة. البعض يقول إن الوسطية تطلق على المكان الذي تحيط به مواقع أخرى ليس هو أقرب إلى واحد منها، وأن العزة والخيار وصل أو وصف به هذا الموقع لأنه لا يكاد يوصل إليه، أو لأنه محصن، أو لأن الوصول إليه لا بد أن يمر بالأطراف. فهذا التحصين من هذا الموقع بسبب إحاطة الأطراف، ولأنه ليس قريبا من واحد منها أو أقرب إلى واحد منها من الآخر، هو الذي سبب وصف الوسطية بالخيار وبالعزة وبالصيانة. بعضهم يقول ليس الأمر على ذلك، وإنما الوسطية معناها المسار أو السير مع وسط الطريق وما يجلبه ذلك من أمن وسلامة وأمن من السقوط لو سرت على حافة الطريق وهامشها. فهذا الأمن الذي يكتسبه السائر في وسط الطريق هو الذي سبب العزة والخيار، فصار الوصف بها على ما هو عليه من الفضيلة والرشد والفائدة. وسواء كان الاشتقاق من المعنى الأول وهو حصانة الوسطية بسبب ما يحوط بها، ومن ذلك قيل وسط الوادي وقيل وسط المدينة، أو كان السبب هو ما يكتسبه المرء من أمن وسلامة عندما يسير في وسط الطريق وما يؤديه إليه ذلك من وصول إلى الهدف بسرعة بالغة وباختصار في الطريق والزمن، سواء كان هذا هو المعنى أيضا أو هو الاشتقاق، أو كان المعنى يعني أظن أو كان المعنى يعني أظن مراعيين في الاشتقاق، سواء أي من الأمرين كان أو الثالث وهو اجتماعهما معا، فالذي لا خلاف فيه أن الوسطية موصوفة أو كما قلت متمكنة من العزة والخيار، وبغض النظر عن الموضوع الذي تتداول فيه أو تتناول فيه أو تستخدم فيه، سواء كان دينيا
أو أي نشاط غير ذلك. من هنا ينبغي أن نلاحظ أو نرقب أو نبحث عن موقف الشرع من هذه الفضيلة المتفق عليها. نلاحظ أن الشرع الإسلامي في كل التشريعات المختلفة وفي كل التوجهات والمقاصد يعتبر الوسطية مبدأ ذاتيا وجوهريا في التعبد والتصرف. مبدأ ذاتيا وجوهريا في التعبد والتصرف أولا، ثم يعتبرها ثانيا منهجا مضطردا متبعا في السلوك والأعمال والخطط والاستراتيجيات. إذن هي نفسها جزء من العمل الإسلامي بالمفهوم الصحيح في الفضيلة والنفاذ والعزة، ثم هي أيضا منهج متبع في كل التصرفات والأعمال وما يقوم به الشرع، تتجه إليها المقاصد الشرعية وتوزن حتى بها أيضا الأحكام الفقهية، وتحقق بها مقاصد أو تفهم بها مقاصد الشارع، لأن الشارع يتوجه إليها ويقصدها وتدخل في مقاصده، وتوصف أحكامه الخيرة بها. ويكون العكس من ذلك إذا تم تجنبها بما يمكن أن نسميه حافة الطريق أو انحرافها أو هامشها أو طرفها أو غير ذلك من المعاني. وسواء تم الوصف بها على المستوى الحسي أو تم الوصف بها على المستوى المادي، فهي إذن معنى فاضل ومنفذ مهم ومقصد أساسي ووصف كريم للأحكام الشرعية. إذن لا مجال لتركها، ولا يمكن إلا اعتمادها في التشييد والبناء وفي التحصين والعمل وفي العلاج أيضا بعد ذلك. إذن لا بد من استخدامها في مجال البناء والتشييد، سواء كان بناء حسيا ماديا أو بناء معنويا نظريا، ولا بد أيضا من اعتمادها كذلك في التحصين قبل الوقوع في المخاطر، ولا بد مع ذلك من استعمالها أيضا في العلاج بعد ذلك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم منهجا، لا أقول إنه للتدين ولكن قد يكون للعمل العام، هذا المنهج العام وضع خطوطه وأسسه لكل عمل يقوم به المسلمون. كما قلت لا أقول للتدين فقط، لأن أعمال المسلمين المرتبطة بالنية أو المصاحبة للنية هي كلها أعمال دينية مثاب عليها. هذا المنهج الذي رسمه صلى الله عليه وسلم والذي تأخذ الوسطية فيه الجوهر والأساس يتضح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدين يسر، وهو حديث متفق عليه. الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. الحقيقة الأولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر حقيقة الدين أنه يسر، وكون الدين يسر يعني أنك ليس هناك شيء تغالبه، لأن المغالبة في العادة إنما تكون للأمر المستعصي أو الأمر الشديد أو الأمر الصعب، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل الدين ذاته يسر. نحن نقول في بعض التفاسير أنه لم يقل إنه يتضمن اليسر ولا أنه موصوف باليسر، وإنما قال إنه هو ذاته يسر، على غرار من يصف فرسه بالسرعة هو